السلام عليكم. اليوم غنقدم لكم لا سوب ديال القرعه وخيزو بالفرماج. كتجي خفيفه شهيه ولذيذه، ما كضرش. انتما كما كتشوفوا معايا هذه هي لا سوب ديال هاد النهار، الشوربه ديال الخضار بالقرعه الحمراء وخيزو والفرماج. هذه هي شي واحد هاد النهار. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وإلى عجبتكم اشتركوا معايا في القناه ديالي. هذه هي الشيوه ديال هاد النهار، لا سوب بالقرعه الحمراء والفرماج وخيزو. غادي نخليكم مع المكونات، شنو غنحتاجو فهاد لا سوب. سهله، مكونات بسيطه وصحيه. شحال ما كليتي منها، واخا جوج سلايف ولا ثلاثه ما كضرك ما والو. نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، ونكون عند حسن ظنكم، وبالصحه والراحه. السلام عليكم اخواني اخواتي. اليوم بغيت نحضر معكم الصوبة ديال القرعه الحمراء وخيزو. هاد لا سوب كتجي شهيه وصحيه وسهله التحضير. غنحتاجو فيها نصف كيلو ديال قرعه حمراء، واحد ربعه خيزويات متوسطين، واحد بطاطا متوسطه، واحد البصله صغيره، شويه ديال اللحم. ممكن تستغناو على اللحم، كتجي لذيذه واخا ما ديروش فيها اللحم. شويه ديال حبه الكحله والملحه، والفرماج غنطحنوه معها في الاخير. وغادي نديرو في الطنجره ديالنا معلقه كبيره ديال الزبده، من الاحسن تكون بلديه، وشويه ديال الزيت البلديه وزيت المائده. وغنضيفو عليهم هاد اللحم ديالنا وهاد البصيله، نشحروهم واحد شويه، ونشحروا الخضره ديالنا كامله واحد 8 واحد 5 دقائق. وغنزيدو نضيفو عليها الماء ونخليوها طيب واحد ربع ساعه ولا 20 دقيقه، ونطفاو عليها. ومن بعد غنطحنوها ونزيدو عليها الفرماج ديالنا، صافي وبالصحه والراحه. هذه هي لا سوب اللي غنقدموا هذا النهار، صحيه مفيده للجسم وخفيفه ما تضرش. يلا نتمنى تنال الاعجاب ديالكم هذه الوصفه، مكونات بسيطه. السلام عليكم. هذه هي الطنجره ديالنا، درنا فيها زبده كما كتشوفوا معانا، وشويه زيت بلديه وروميه، وحنا كنديروا هاد الشحار شويه. غنضيفوا عليها كما قلت لكم اللحم والبصله كما كتشوفوا معانا، غنضيفهم نشحروهم، ونضيفوا عليهم الخضر الاخرى، نضيفوا عليها الخضر الاخرى تشحر واحد شويه، ونضيفوا لها معلقه ديال فورس الدقيق ديال الحلويات اللي كتستعملوا، نضيفوا لها في الاخير منين غنشحروا الخضره ديالنا نضيفوا لها، كتجي لذيذه بزاف. دابا غادي نضيفوا هذا الحبه الكحله والملحه، نشحروهم شويه، على ما يتشحروا مزيان نضيفوا الخضره ديالنا الاخرى القرعه وخيزو، تشحروا واحد شويه وعاد نضيفوا لهم الماء. ضفنا الخضر الاخرى، خيزو بطاطا والقرعه، حنا ضفناهم ونشحروهم واحد 5 دقائق، نزيدو عليهم معلقه ديال الفور ونخلطوهم مزيان، ونزيدو عليهم ديك الساعه الماء الكافي اللي عطرنا فيه لا سوب ديالنا. ومن بعد ربع ساعه 20 دقيقه غنحطو عليها، نخليوها تبرد شويه ونطحنوها. وممكن تخليوها هكذا في كيكه الزواج، كيكه تخليها هكا، ولا تطحنوها تزيدو لها الفرماج. يلا نشوفو معا الشكل النهائي ديالها. يلا كان نبدا نتلاقاو. هذه هي، غادي نضيفو
المعلقه ديال فورس، ها هي كما كتشوفوا معنا، غنضيفوها ونحركو مزيان الخضر ديالنا باش تشحروا مزيان مع هذا الفورس اللي حنا كما كتشوفوا معنا، نحركو شويه بشويه ومن بعد نضيفو الماء كما سبق ليا وقلت لكم. صافي هاد الفورس اللي كنزيدو هاد المعلقه كتلدد هاد لاسوب ديالنا، هاد الشوربه ديالنا ديال القرعه وخيزو كتلددها وكتعطيها مذاق شهي. نضيفوها لهاد الشيء كنزيدوها، هاد السر ديال لاسوب باش كتجي لذيذه بزاف. نضيفوها دابا صافي، عاد نزيدو القدر الكافي ديال الماء، واحد لتر العروب ديال الماء، طيب ربع ساعة 20 دقيقة ما نفوتوهاش ونطفو عليها حيت الخضرة كتكون طازجة دغيا كطيب. هاد لاسوب كتجي صحية ومفيدة للجسم وما كضرش وما كتقلش. هادي هي لاسوب ديالنا من بعد ما وجدت، درنا واحد الجزء منها الطحانة اليدوية وغنطحنوها، وغادي نزيدو ليها هاد الفخوماج اللي عندنا. نتوما ممكن تزيدو أي فرماج عندكم، أي فرماج أي نوع عندكم ديال الفرماج ممكن تستعملوه. أنا غنستعمل هاد المثلث، فرماج مثلث هو اللي عندي، نتوما ممكن تستعملو أي جبن عندكم، أي جبن عندكم ممكن تستعملو. غادي نخلطوها طحنوها نضيفو لهاد الفخوماج وعاد نسخنوها واحد شويه ونحطوها ونشوفو معا الشكل النهائي ديالها، كتجي رائعه مذاقا وشكلا. انا نبدا نطحنها ونسخنها كما سبق ليا وقلت ليكم صافي، ونقدموها بالصحه والراحه. هادي هي هو القوام ديال لاسوب ديالنا، انا طحنتها غير بالخلاط اليدوي باش كتجي هكا حبيبات. نتوما الا طحنتوها بالخلاط الكهربائي كتجي مطحونه مزيان، انا هكذا كتعجبني. نتوما الطريقه اللي عجبتكم ممكن ديروها. يلا نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، مانكونش طولت عليكم، وبالصحة والراحة إلى وصفة أخرى إن شاء الله. نتمنى تنال الإعجاب ديالكم، اشتركوا معايا في القناة ديالي إلى عجبتكم هاد الوصفة. يلا بالصحة والراحة، إلى اللقاء في وصفة شهية مقبلة إن شاء الله.